أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد إله حبيب العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله ولا ليال وحان ربنا ما انتين عن كهذا الله كتاب كله يقى أنه مولدك خاصة كتابك كل حجره كتابك هو مجموع ووحو كل ميي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم شرفتي سي يا مانتي سي أياكو كل مسان كتاب كا إساقا وهل كاو إذن كم مغضو عيوان كيسو يا مجي عيسابا وحان دونينا وحاكا هدلاي قيبتي سأودن بيسود أركتان وبرزنجيغا اللي يراهدو وحاجري وشركي وذاتكي لديه جري شبلي حقيقة شبلي وأدوكتهن وكتابك بردها ها هوري وغسو هدلي أيان كبه الله صوت المرني أكاذيب تيسي يا أقاويشي سي يا جهلي جيسي يا النفاقي سي رسي في عمان وعدين وأنا ننكاد وضا تقانا نهدي يري انتان تغي الدنيا دا وحا إيه ودي بناي صدح مع الموت با إيه ودي بناي الدنيا ما شاء الله قل الدنيا وحان تغي ما شاء الله يقان إنجريسك وحان أركي تدبب قل يقنتم كبروتين كبدان وعذر كسدح الحرف قبط ما تقانا سدح الحرف ما فوليتس ما تقانا هيا ايدس وي ايدس ولا لا يال نيك نوعا اها لديه جرى شبل لغة دائرة ايان اكاذيب تيسي ايا قاويشي سي ايا افتريهي سي وكبان ابورتاي كتاب كي بردها اها ولو أن هذا النوع نوسف تجلي ويدي أيان عقد الله صعود المرني وكاد ويدين وأن كبه الله صعود المرني وحول وحن أغري بيدت كجراء دورة بيت كأوه الرأيو أيو دمع إن وقاد وحول مولاي صل وسلم دائما أبدا على الهدى وساس له على الحبيب كالخير خلق كالكل كلهم وساس نعس له قف والبود جيسو وحو كحجي بيتك أها أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وحو كحجي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم حدوتي لنا أبيات يقع هل سود الاستاغني بفضل الله ومنه أكاذيب تيسي يا قاوشي سنا أنسي أن عادي أهين أو عديني أمدا ولو هل بيت وحاكو جرتي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح هذا واساس يقول إنا لله ولقي المير وحلا برا هيانا أرك يو قف كا وحاويان كجاهل سن سوماليكو ما أرك أما كجرى شخم وحاسا مرك انتو وداد ايها قلطن وخوارج اللي يراه هذا اما وهابي اللي يراه هذا ايو هرت هذا ايه الدين بان اذن كهد الله يا اولي اخوتي في الله اذن وحان رمنا ما انتا كتاب كاهل كاكو قران اللو يقى انو مولد كبرزنج من اي الى زد انا نغرنا ان شاء الله اول كيس عطرت اوه الرئيسو الى تم اقدم بيسو درس انو سعودونا نقندونا باذن الله الباري وهدي نفط باقي نقطها هل يوم أنجو إن بين نقني مديرنا أن كنا مينه لبلا بعطر صدح صدح عطر على العطر أيام وأغريدونا إن شاء الله وحرمنا مركينا أبيان النق أن أطبين النق كتاب كني إنه يهي كالقرآن أوكله قرآن كريم كوكله سيد وغش كي أخلاق رسول الله محمد يا مانتي س يا شرف كيس مصطفى وجا سيد أسو كله إنه يهي كتاب كني حديث كي رسول الله محمد كيس صحيح هذا اللي أروريه إنه يهي وده حديث كل لفظ جيسو السبع اللي هو ورنا يهي موقت أو ذو مركي أدار بتقوى شكي مركي وشك الراوي وحال أركي أما سيدا نايهيد أما سيدا مو يهي مركي واللفظ جي رسول الله محمد حديثي صحيح هيد قوة القرآن أخلاق دي سكوة الشيكين يسي
أحاديثي هو وذا دول سعوت وحوي وآيات القرآن كأها أو كامل الكتاب كني إلى دقيس تمرك وحن دوني إن سفي عن أطبيين آيات القرآن كأ سدى أي شرف كرسول الله محمد أو جهل لنا أكملين سدى وكلا أي أكملي كتاب كنا شيخ وحكم الله بي إن تاريخ دي سئي كسر شكي مدون هي أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه أنو هدان شيعي أهي مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدان أهي الشيعي إثنى عشر إمام جعفر أهدي أهي مولد رسول الله محمد وحن أمن سنه إنو يهي واجب فمن ترك بمولد المصطفى كمن ترك الصلاة وعندي كافر وفق إسحاق أنا وقال عادي باتفاق العلماء المسلمين وكمرك أبتدئ وحام بالله ببوشيخ يري الإملاء يريد يريد دوام محي يريد أذوح يريد يسوي بمعنى أي إلقاء الكلام كلامك يريد يسئنا توره وأن يريد أن أمد أو يريد أيام بالله ببوشيخ يريد وجوه كتور أعضيه سيرة رسول الله محمد أبتدئ وحام بالله بالإملاء يريد أي إلقاء الكلام في قصة المولد مولد كي قصدي صلى الله عليه رسول الله محمد قصدي هذا قصدي النبوية النبي اللون نسبي إيا والسيرة سيرة المصطفوية مصطفى اللون نسبي إيا والشمائل أمانتي المحمدية رسول الله محمد اللون نسبي باسم الذات ذات ذي مقعي ذي أي ينكب الله ذات ذي العلية أي عالية الرتبة رتبة ذي أي سريس درجة ذي أي سريس ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لبيك يا رسول الله مستدرا حال أنا هاي كيشو بطلبة هايو فيض البركات بمعنى مستكثرا حال أنا هاي كيف فربضت يشو بطان طلبة هايو أي مستنزلا سيل الزيادة سيل سيلان الزيادات باللوجي ذا زياداتك سيلان كيس شو بديسي معناها زيادات وبركات رسول الله محمد المكتئ صلى الله عليه وآله وسلم مستدرا حالنا هيك شو بطلبها يا فيض البركات بركوين كشو بدودي بركوين كشو بدودي على ما أي من الذي كينا كشو بطلبها يا أناله إلهي أو جرسيي رسول الله محمد أي على الذي كي أعطاه الله إلهي أوسي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أو أولاه أي أنعم به إلهي وهو النمعي وحن أركي دونا شبل إنو يهي مشرك ملحد كافر مجرم شريعة الإسلام كا بنانك كا إيا كتاب كان إنو شرك كجرن أركي دونا وحايدين عدان دونو إنو ننكا إساقا إنتا آن شاقي بأويا كاذب فاسق إلا نيوان ننكا أدو إذن كذب كيسو يري تدواب بقول إيا كنتم قبل هذا إيريس قمان ركي أو الدنيا دي بأي الله يابتك وريه عبد الله دي جري عبد حفيد انتو دردك تي خوارجك حتى يساقو أها سوء غاذي ميش أجوغا قلبة دي سننكا يساقا أو إنتي وزارة عافبات كا إنجريس قال له تغير لي ورمسكين سومالي أو إسكدا عدا عسين هاي أو وحا وحبا قراني نين أو مجالين سفهاء الأحلام بأي اللي رسول كوبي صلى الله عليه وآله وسلم أو خوارج أو شاكين هايو إن كذب هذا اللي أهل منهم بينها أو حضر كإساق أقب أو سوماليا الغف بانو بناي بانيك يلا بقف ما أقاني وحساس بلا ظفير هذا مرك بيت شبلان دبس عني أو أولاه إلهي وقو نعمي صلى الله عليه وآله وسلم أي أنعم به وأثني وحان كحجنا يا أن كل مين يا مر لما أن كب الله بها يا بحمد حمدي حمد قاسو موارده إسغ مكان أروركي سائقة أي تهي متسعون إسو هنية أو بوغاكس له مسادر الحمد حمد مسادر تيسي وان كحجنا يا أبو يري إيضو وليب السهلاء أو آد إيا آد إيا آد إيا آد أجل إحسن أو معان أيان كحجنا يا ساسو يري شيخ ممتطيا حالنا هي كي قاديد سن هيو ومعناها أي راكبا فوشا أي أنوليبا كب الله بهياوي أن كل بين يا ممتطيا حالنا هي كي قاديد سن هيو راكبو هو سارا أي أن كل بين يا من الشكر شكري أني أو قاديد سن هيو شكري بان قاديد سن هيا بوري شكري الجميل قروح ضبطنا مطاياه قاديد سكيس وعور شيخه
waliba waxaan gaadiidsanhayaa oo aan dul fuulahayaa buu yidhi. Mahadda ilaahay jalla wacala ayaan dul fuulahayaa. Cajiib. Wa usallii, haddana waxaan ku xijin mar saddexaad oo aan ku bilaabi buu yidhi, oo aan ku sallii, ay adlubu, waxaan dalbi salaatan salaad, salaatallaahi baan dalbahayaa, iyo waraxmatihi, raxmadda ilaahay iyo naxariistiisa ayaan dalbi, oo rasuulullaahi muxamed aan u dalbi, oo wa usallimu, waan salaamahayaa, calaa saaxibi nuuri, cala nuuri nuurkii, nuur rasuulullaahi muxamed saaxibi nuuri nuurkii, midkii u saaxiibka ahaa, nuurkii almawsuufi ee lagu sifeeyey bitaqadumi, hormarka lagu sifeeyey kulli almakhluuqi, iyo walawaliyati, horeynta lagu sifeeyey, xadiidkii Jaabir ibn Cabdillaahi iyo kayrkii fiiri, nuurkii almuntaqili ee weliba guurguurahayay, fil guurari wujuhdii, wujuhdii alkariimati ee wanaagsanayd, iyo waljibaahi koodadkii, cajiib, koodadkii waa wanaagsana, nuurkii guurguurahayay waa abayaashii. Wuxuu yidhi, aad iyo aad u fiiri, oo walle iyo bille, ninka kidbigiisa iyo nifaaqiisa iyo xumaantiisa way cadaan doontaa ee kitaabkani. Qof walbo idinka idan ka mid ow subscribe saar, gambaleelkana taabo si uu kuugu soo dhaco, una ogaato ood u barato khiyaanada iyo nifaaqa iyo kufriga iyo beenta shiblisi aad u ogaato. Dayib. Wa usallii, waan sallii, oo wa usallimu, waan salaami, calaa saaxibi nuuri nuurkii, midkii u saaxiibka nuurkii, almawsuufi ee lagu sifeeyey bitaqadumi, hormarka kulli almakhluuqi, iyo walawaliyati, horeynta lagu sifeeyey, nuurkii almuntaqili ee guurguurahayay, waxa weeye fil qurari bariirtii iyo wujuhdii, waxa weeyaan nuurkii almuntaqili ee guurguurahayay waliba fil qurari bariirtii wujuhdii, weeye alkariimati annafiisati ee nafiisada ahayd, iyo waljibaahi macnaha koodadkii guurguurahay, hadba qof buu soo galahayay nebigeennu min aadam ilaa aabihi cabdullah. Wa astamnixu, waxaan dheefin dalbahayaa, allaha ilaahay baan ka dheefitaan, dalbi tacaala alla dikrigiisu sareeye, bimacnaa waxa weeye adlubu, waan dalbi minaxahu, ilaahay waxaan dalbahayaa minixiisa iyo ziyaadooyinkiisa iyo caqiyadiisa, ridwaanan raadi ahaansho darteed, raadi ahaanshahaasoo yakhusu khaas ku noqonhayo, alcitrata ahlulbeytki citrada aha, oo waake waa nebigu wuxuu yihi, taraktu fiikum athaqalayni maa in tamassaktum bihima lan tadilluu bacdii kitaab allahi wa citrati ahla beyti, citradii ahlu beytka ayuu ku xijiyey. Bal fiiri hadda, xamdigii markuu ka soo baxay, salligii iyo salaamtii rasuulullaahi maxamed markuu ka soo baxay, citradii ayuu ku xijiyey sheekhu. Raadi ahaanshahaasoo yakhusu khaas ku ah alcitrata, citradii ahlulbeytki adaahirati, ee daahirka ahaa, ee min ashirki iyo wa min kulli danasin annabawiyati, ee nebiga loo nisbiyey, cidradi almansuubati linnabiyi alacdam, loo nisbiyey sala allahu calayhi wa alihi wasalam, oo wayacumu, taasoo weliba raadi ahaanshahaasoo yacumu khaas ku ah haddana, oo wayacumu caamimahayadhe haddana, raadi ahaanshahaasoo wayacumu caamimahayo asaxaabata, saxaabadii, saxaabadii almuntajibiin, muntajibiinta ahaa ee dariiqii wanaagsanaa ee rasuulullaahi maxamed qaaday, taa iyada ah ayaan ku xijinhayaa buu yidhi. iyo wal atbaaca, atbaacdii aalu beyti rasuulillaahi sala allahu calayhi wa alihi wasalam, atbaacdoodii, iyo waman qof oo waalaahu xidhiidhiyey, oo akramahu karaameeyey, oo wa axabahu jeclaaday rasuulullaahi maxamed iyo aalkiisa. Waastanjidu, waxaan dalbahayaa haddana, waastajdiihi, waxaan dalbahayaa haddana, ay macnaha waxa weeyaan jadawaahu, caqiyada ilaahay baan dalbahayaa, hadiyatan, hadiyad, hadiyad inay ahaato, ayaan u dalbahayaa kitaabkan isaga inuu ahaada hadiyo, lisuluuki subuli, wadooyinki qaadidoodii, oo wadooyinka waxa weeyaan ay axkaama shareecati allatii yakuunu alcamalu biha sababan fi lwusuuli ila aljannati, waxa weeyaan shareecada axkaamteedii, allatii yakuunu alcamalu, taasoo uu ahaanhaya camalfal, iyada lagu camalfalo biha, iyadaba sababan sabab uu u ahaanhayo fi lwusuuli, gaadhitaanka oo ila aljannati, jannada la gaadho. Tayib, warku waa cad yahay zumaarid, warku waa cad yahay. Idan marka wuxuu yidhi, wadooyinkii weliba alwaatixati aldaahirati, ee daahirka ahaa ee muuqday, aljaliyati almunkashifati lilikhfaai, iyo waxifdan, xifdin baan ilaahay ka dalbahayaa, ilaahay inuu iga xifdiyo, min alwiqaayati, baadida inuu ilaahay iga xifdiyo, fii khitati khutaa, fii khutati khataai, khataa gafafkiisa, khataa gafafka wadooyinkooda inuu ilaahay iga xifdiyo, fii khitati lkhataa'i, gafka wadooyinkiisa inuu ilaahay iga xifdiyo, iyo wa khutaahu, turuqdiisi un weeyaane uu soo celiyey, ee taa inuu ilaahay iga xifdiyo ayaan dalbi buuyi.
وأنشره وحنفذين هيابو يرئي أبسطه وحنفذيني أو وأظهر أن ظاهرين من قصة المولد مولد كقصة سحق هذا برودا مع ويسيو أي ثيابا أي أنساء في ذني حسانا أو وناكسا عبقرية أو ولب عبقري اللون نسبي عبقري وحو يسيدي سبا هدي آدم قشو ومرضا نفيس كأمقفك وناكسا النفيس كأوي قاموس كوحاكوسك نيدو العبقري الكامل وحويان وشيغا أن إستيغا كوركيسا وحكت المرك رؤوسا جرين أي وحوص الرجل رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم عبقري وحكس الرين كري هبايا راتي مجرد وأنشره وحنفذين هيا من قصة المولد مولد كقصدي سو حنفذين هيا برودا مع وسيا لم مع وسيا سو حسانا وناكسا وعبقرية عبقري اللون نسبيا ناظما حالا أن هي وليبا كي تحا هي من النصب النسب كحقيسا النسب كي الشريف أي وناكسا اقدا ناط بانتحي ناط وحوي ربما بقف قصاص وتوسين سماغا ناط وحوي وتصبح مرك انتين لا تحصد توسا ساعة وكلا بحسودا ولي آذان اسكو حدن أفكيسا وصلا أساس وكلا نطح هياب ليهي نصب كي رسول الله محمد إيا آل كيسا صلى الله عليه وآله وسلم وحدوغان دون تامانتا بغض أي خوارج إيا وهابية وقبطو رسول الله محمد إيا آل كيسا انت ليهي أيا دوغان دون تان إخوتي في الله إلا نبضانو كم إذا أيا وحان إذا نحن ورنمان كوا قالو ورنمك هو أشد من الكفر وحويان قال لماذا أيها أي كسي حجره واليهودي أيها أي ولا رؤسكم ملك يمد بان إن بدن إذا نحن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ويان يا والذين أشركوا مشركين يا يهود نبقى أيها أي حقيقة باتفاق علماء المسلمين طيب وأكد وحو يرشاخ وأنشروا وحانفذين هيابو يري oo aan halkan ka fidin haya oo umada aan u cadeynaya oo aan banaanka dhiga haya buu yiri wa min qissati mawlid mawlid ka qisadiisi mawlid ki annabawi ee nabiga loo nisbeeyo burudan macawisyaalo macawisyahaas oo xisaanan wanaagsan oo abqariyatan abqari loo nisbeeyo naadiman xaalaan ah ki taxa haya min annasabi nasabka xaqiisa nasabki ashariifi ee wanaagsana iqdan dad baan tixi buu yiri kuul ayaan taxa haya تاسو تحلل المسامع مسامع دو اي مقلتانكو اما مقلدو اي كم معان سدان بحلاه اسغا وحا ويان بلدي سيا معانكي سبع سرينتيس واستعين وحان كالميسن هيا بحول الله الهي حيلدي سايان كالميسن شيخ وحول واستعين وحان كالميسن هيا بحول الله الهي قوتي سايان كالميسن اي وقوته القويه اود الهي كامل كاهي فانه شان اي حاله لا حول وحيلت اه لي أنيق إيما سجنانين وعن معصية الله معصية إلهي أن كجل أحد إيما سجنانين بويره ولا قوة وحق وأنا أنيق إيما سجنانين بويره إلا بالله إلهي مويانه وعكلا إيما سجنانين بويره إلهي مويانه وحق وذو كلو الله هبيرته مجرت إنه إلهي وعاوي إسيم بويان وحرانه إصلاحه هبيرته مجر أيون فإنه شان إيه حاله لا حول وحيلة ومعنها وحويان تحول أن كجيش عن معصية الله ما أن له بويره ولا قوة وحق وأنا أنا لي إما سجنا نبوري إلا بالله إلهي مويان أي بعصمة الله مويان إيه وتوفيقه وافجدي سو إلهي أو وافجي هذا ولما أراد المصنف ومصنف كمركو دوني الشروع جود قال وفي المقصود مقصود كوجود قال فصل كلامه كلام كسي وحكوك لبحية بالصلاة إيه والسلام صلاة دي إيه السلام كأيوكوك لبحية على أشرف الأرام مخلوق كي هو خير بطنا وقصل ليه أو سلام وحور عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم وأكمل عطر ودقبوا يري اللهم الله يو قبره قبر المصطفى مصطفى قبر جيس إله ودقي قبر جي الكريم إيواناك سنا بعرف الليل إله كودقي ليل داس شديد فافيسو ومن صلاة صلاة وتسليم النبت قليك أهات ورمحا كمعا وانا أركض ونوصي سعوني ونوصي سعوني معان إيواناك iya tashatuh ba xagga dambe ayuu yaala iya ka dharagid laga dhargo rasuulullaahi muhammad siiradiisa dadkii ehelka u ahaa qoti fillah haye insha allah ashkeena maanta halka iyada ayuu inoogu joogahay abdul udgi allahumma allahayo qabrahu qabral mustafa qabr nabiga qabrigiisa ilaahu udgi qabrigi alkariima ee wanaagsana baarfin leey ilaahu ku udgi ama nabiga alkariima ee wanaagsana baarfin leey ilaahu ku udgi qabriga isaga leey dhaaso shadiin faafayso oo min salaatin salaad iyo wa tasliimin nabad galiya ka ahaa khawarijtu masiiba wixii u tahay oo hada arinta iyada iyo maanta iyada ila nimanku waa niman mushrikiin oo yahuude iqooti fillah la socda darsiga subscribe kana mar waliba ha hilmaamina si aad uga faa'iideysataan casharkan isaga ah
سيرتي كلي إنسو ودني رسول الله محمد يتفسير كنا وينوس عمها وصلى اللهم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.